رصدت القوات المشتركة 120 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة. وبحسب مصدر عملياتي في القوات المشتركة فإن خروقات الميليشيات الحوثية شملت أعمال عسكرية عدائية ضد الأحياء والقرى السكنية الأهلة بالسكان ووفقا للمصدر فإن الخروقات الحوثية تركزت في حيس والتحيتة والجبلية والفازة والدريهمي ومناطق داخل مدينة الحديدة ومن ضمن الخروقات تسير سبع طائرات استطلاع فوق مدينة حيس ومركز ومدينة التحيتة والجبلية وأدان المصدر تصعيد ميليشيا الحوثي المتواصل ضد المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة وما تقوم به الميليشيات من جرائم بحقهم